بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه القرية، قرية الدرجة، وأنتم في هذا المسجد، مسجد حمزة بن عبد المطلب، يعني في هذا المكان الطيب المبارك، وهي هذه القرية يعني تخرجت أو تخرجوا منها يعني 114 طالبا حفظوا القرآن الكريم وتخرجوا منها، والآن اليوم رغم عندنا هذا التلاميذ يعني في هذه المدرسة القرآنية، فنطلب الله سبحانه وتعالى أن يعينهم وأن يعينهم على حفظ القرآن الكريم. هم تقريبا هذوك اولاد القريه، ما شاء الله ما شاء الله عليهم، 65 تلميذ، الله يبارك. هذو شغل تاع العام كيما نقولوا حنايا يومي، شغل ما عندهمش تاع الصيف ولا ماشي صيف ولا. نبداو حنايا الحفظ هذا، يجي التلميذ اولا يجي عندك يجيبها الاب تاعه، يجي يبغي يقرا ندخلوه يقرا، هنايا نرحبوا به ندخلوه يقرا، نقول الاب تاعه جيب لنا لوحه، اللوحه اللي هي حنا ماذا بينا يتفاهموا الود، يشري الود اللوحه تاع العربه ما تغمناش، واه ما تغمش في المح وما تبغيش في الكتبه، ماش تفاني ما كيما نقولوا مبلغ تاعها رمزي ماهوش كبير ولا حاجة صغيرة بسيطة، هذه زعما الولد تاعو ما يغمنش، ما يولي يقرا، ها هي هذه كيما هكا عرار، ما شاء الله، هذه من العار، شابة، ولا الدوايا نقول لهم صرعوا دوايات، دوايات يصرعوهم الصوف، راك على بالك مشهورة بالصوف، قلعة مشهورة بالصوف، يصرعوا الدواية تاعهم، دواية فني كما نقول لهم هذا القصبه كما نقولوا هنايا، ونصلوا نقول لهم كما هكا ونكتبوا، والمحراب باين صصر، رانا نجيبوا لنا صصر الناس خير كما هذا، راه يجيبها لنا فني من سيدي الخضر مليح يجيب لنا هنايا، تسمى هذه التقاليد. في 24 حزب، نعم شجعيني باش نحفظ نحفظ كتاب الله الكريم. أولا أقوم بإزالة الصور التي تم حفظها، وثانيا هي الماء والصلصال، والماء بعدها الصلصال، نحطها تنشف، ايوا كي تنشف نحكها من التراب مليح، ونسطروها ونكتبوا بالدوايه. ادرس السنه الخامسه ابتدائي، احفظ من كتاب القران الكريم 16 حسبا، سنتين ونصف. اشكر والدي الذين شجعاني على المدرسه القرانيه، واشكر الشيخ الذي أتعب من أجلنا والذي أدرسنا هذا القرآن الكريم.
أدرس في السنة الأولى متوسطة وأقرأ لنا القرآن من أجل حفظ وأنا هنا في هذه المدرسة من أجل حفظ القرآن الكريم وحافظة القرآن 14 حزبا وأستعمل طريقة تقليدية في حفظ كتاب الله اللوحة والصنصار والماء والقلم والدواية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. القرآن مو سهل اللي قرر يودي القرآن يقول لك غادي يدير ربي سبحانه تاج يوم القيامة فوق راسه. أنت بقر يودك تعاونوا تصبر عليه. وانا دائما نتمناها ونقولها اي ولي من تلميذ من القريه تاع درجه ولا في اي مكان كي تبغي تروي تقري ودك القران ضحي به للشيخ قال هذا ودي راه ليك نعطيك مده خليه لي شغل ولدي وانا ندبر راسي فيه. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء